كيف فيك تقول باللغة الألمانية أنا سايرتك؟ يعني إنك قبلت بفكرة بدون ما تكون راضي عنها، بدون ما تكون مقتنع فيها، بس لغرض المسايرة، لغرض إنك تمشيها. فبهي الحالة فيك تقوله لرفيقك بما معناه إنه أنا سايرتك، فيك تقوله أم غوت زو هابن هابه إيش ديات زوغشتمت. أم غوت زو هابن هابه إيش ديات زوغشتمت. يعني لكي أمتلك الراحة، لكي أرتاح وافقتك، يعني رضيت قبلت. لكي أرتاح مشان أرتاح قبلت رضيت وافقتك. أم غوت زو هابن هابه إيش ديات زوغشتمت. إذن بهذا الشكل فيك تعبر عن هي الكلمة أو عن هي الجملة باللغة الألمانية.